بروشكات. لا بروسكات. بروسكاتا. 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 اليوم رح اعملكم بروسكاتا. اليوم رح احكي لكم على توبينجز مختلفين لنقدمها مع البروسكاتا والجبنه البيضاء الكريميه. رح ابدا اني افتح الجبنه الكريميه البيضاء، رح اقطع الجبنه لشرحات لحتى تسهل علي اني اوزعها على الخبز. انا حنبص الخبز شوي عشان يطلع معي ألز. اخذ قطعه من الجبنه وافردها شوي على الخبز. التوبينج الاول ممكن نستخدم الباذنجان المشوي والبصل المكرمل وشويه اوراق خضراء. حختمها برشه زيت زيتون. التوبينج الثاني ممكن نحط طماطم كرزيه، زيتون وشويه ورق ريحان اخضر. التوبينج الثالث هو عباره عن فلفل ملون وذره وشويه ريحان مجفف. آخر توبينج عندي رح أستخدم الشمندر والزعتر الأخضر الفلسطيني. وبهيك قدمت لكم أربع أفكار. وصحتين وعافية.